السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا اصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج كونكت بلس برايمري 2 الصف الثاني الابتدائي ترم 1 الترم الاول، والنهاردة هنبدأ نشرح مع بعض يونت 3 الوحدة الثالثة A day in my life. A day in my life، يوم في حياتي. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا اصحابي A day يعني يوم، in في my life حياتي، وهنا بنتكلم عن الجوبس المختلفة، الوظائف المختلفة، وبنتكلم كمان عن أدوات الاستفهام المختلفة اللي بتبدأ بـ WH زي what و where و when و why. طبعا دي كلها أدوات الاستفهام، وفي حلقة خاصة بالجزء ده على القناة، أنا هسيب لكم اللينك بتاعه في الديسكريبشن لو حابين تعرفوا أكثر إزاي تكونوا سؤال بأدوات الاستفهام المختلفة، مشروح باستفاضة في الجزء ده. أول صفحة في يونت 3 A Day in My Life فيها هنا صورة لهوتيل، هوتيل أو فندق، وطبعا الهوتيل أو الفندق فيه حاجة اسمها ريسبشن، ريسبشن أو استقبال، القسم أو الموظفين اللي بيستقبلوا الفيزيتورز أو الزائرين، والجيستس، الجيستس أو النزلاء اللي عايزين يحجزوا في الفندق ويقعدوا فيه. فريسبشن يعني استقبال، والموظفين اللي موجودين في القسم ده اسمهم ريسبشنست، ريسبشنست يعني موظف استقبال. بيبي بي بتقول لنا هنا لوك، انظر، listen، استمع، and read، and read، واقرأ. يبقى احنا هننظر على كل صورة وهنستمع للتيتشر بتاعنا وهو بيقرأ، وبعدين هنقرأ بعد منه وهنعمل reading زي ما قلنا من شوية. اول صورة زي ما قلنا ده الريسبشن او الاستقبال، والجيستس او النزلاء بيسألوا الريسبشنست او الموظفة الخاصة بالاستقبال. هنا زي ما احنا شايفين قدامنا في الموظفين التانيين موجودين في الريسبشن، الشيال بتاع الشنط او البيلر، والموظفة التانية، والويتر، الويتر او النادل اللي بيقدم الميلز والوجبات المختلفة للجست. طبعا ده لو في ريستورانت او في مطعم في الهوتيل اللي احنا بنتكلم عنه. هنا صديقتنا بتقول my mom امي works تعمل in a hotel في فندق. My mom works in a hotel. She's busy all day. She's busy all day. هي مشغولة. Busy يعني مشغولة. All day طول اليوم. She helps people. She helps هي تساعد. People الناس. She talks on the phone. She talks on the phone. هي بتتحدث. Talks يعني يتحدث. On على the phone الهاتف، بتتحدث على الهاتف. She uses a computer. She uses هي بتستخدم a computer. A computer يعني كمبيوتر، يعني حاسب آلي. She sends هي بترسل emails رسائل إلكترونية، بريد إلكتروني. مرة كمان My mom works in a hotel. She's busy all day. She helps people. She talks on the phone. She uses a computer. She sends emails. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معايا. وفي الصفحة التانية يا أصحابي في حاجة اسمها language use أو استخدامات اللغة. وبيزي بي بتقول لنا هنا read، اقرأ، and number ورقم، ضع الرقم الصحيح. يبقى read and number، اقرأ وضع الرقم الصحيح. فمديانا هنا مجموعة أسئلة ومجموعة إجابات. زي ما قلنا من شوية الأسئلة دي اللي هي بتبدأ بأدوات الاستفهام المختلفة، where يعني أين للسؤال عن المكان، what يعني ما أو ماذا، who يعني من للسؤال عن الأشخاص يعني مين، يعني why يعني لماذا، ليه يعني، what زي ما قلنا يعني ما أو ماذا، و when
وين يعني متى، متى للسؤال عن الزمان، للسؤال عن الوقت. وزي ما قلت لكم في حلقة مخصصة للجزء ده خاصة بشرح أدوات الاستفهام كلها مع الأمثلة الكتيرة مشروحة على القناة، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن تحت الفيديو علشان لو حابين تعرفوا أكتر عن الجزء ده، هيساعدكم كتير قوي حتى بعد كده إن شاء الله. فأول حاجة where does he works، where أين، does he works هو يعمل، where does he works. تاني سؤال what is she wearing today، wearing يعني يرتدي وطبعا دي للملابس، what is she wearing today، ما الذي هي ترتديه اليوم، هي لابسة ايه النهاردة، today يعني اليوم طبعا. who من للسؤال عن الأشخاص، who does she teach، who does she teach من الذي هي تعلمه، teach يعني يعلم يعني يدرس، وجاي منها teacher، teacher يعني المعلم أو المدرس، يبقى who does she teach يعني من الذي هي تعلمه. why، why يعني لماذا، وطبعا why يا أصحابي يعني لماذا أو ليه، دايما الإجابة بتاعة السؤال بتاعها بتبدأ ب because، because يعني لأن، لما أقولك ليه أو لماذا يعني دايما هتقولي في الإجابة بتاعتك لأن باللغة العربية، لأن باللغة العربية معناها in English because، فأي سؤال هسألك فيه بواي هترد عليا دايما because لأن، وهتكمل الإجابة بتاعتك بشكل صحيح. فهنا why لماذا، why does the chef wear a hat، why does the chef ليه الشيف، ليه الطاهي الطباخ يعني wear، wear يرتدي a hat، a hat قبعة، ده السؤال. والسؤال اللي بعد منه what، ما أو ماذا is her job، إيه هي وظيفتها، what is her job يعني ما هي وظيفتها. وآخر سؤال when، when متى للسؤال عن الزمن، when does he start work، when does he start work، start يعني يبدأ، work يعني عمل، إمتى هو بيبدأ العمل بتاعه. الإجابات اللي احنا المفروض نكتب الأرقام بتاعت كل سؤال جنبها، أول إجابة بتقول she's an architect، architect يعني مهندس معماري، هي مهندس معماري، she's an architect. تاني إجابة she teaches children، she teaches children يعني هي بتعلم الأطفال. تالت إجابة at 7 a.m، at 7 a.m الساعة 7 صباحا. رابع إجابة because he needs to be clean in the kitchen، because لأن، he needs هو يحتاج، to be clean أن يكون نظيف، in the kitchen، in the kitchen في المطبخ. والإجابة اللي بعد كده a suit، a suit يعني بدلة. وآخر إجابة he works at the hospital، he works هو يعمل at the hospital في المستشفى. فلما أنا أسألك أول سؤال وأقول لك where does he work، where does he work أين هو يعمل، المفروض هتقول لي إيه؟ شاطرين، he works at the hospital هو يعمل في المستشفى، يبقى دي إجابة السؤال نمبر 1. طب السؤال التاني بيقول what is she wearing today، what is she wearing today، ما الذي ترتديه اليوم، هي لابسة ايه النهاردة، المفروض الإجابة بتاعتها أي إجابة من دول. شاطرين، a suit، a suit يعني بدلة، هي لابسة النهاردة بدلة، يبقى دي إجابة سؤال نمبر 2. طب السؤال الثالث لما أقول لك who does she teach، who does she teach من الذي هي تعلمه، المفروض الإجابة تكون أي إجابة من دول. شاطرين، she teaches children، she teaches children أو هي تعلم الأطفال، يبقى دي إجابة السؤال نمبر 3. طب السؤال نمبر 4 بيقول why does the chef wear a hat، why does the chef
wear a hat. ليه الطباخ بيرتدي قبعة؟ المفروض إجابة السؤال ده أي إجابة من دول؟ شاطرين قلنا why، دايما الإجابة بتاعتها بتبدأ ب because، فالإجابة هي because he needs to be clean in the kitchen. Because لأن he needs هو يحتاج to be clean in the kitchen، إن هو يكون نظيف في المطبخ. يبقى دي إجابة سؤال number 4. سؤال number 5، what is her job؟ What is her job؟ ما هي وظيفتها؟ المفروض إجابة السؤال ده أي إجابة من دول؟ شاطرين أول إجابة she's an architect. She's an architect، هي مهندسة معمارية، فدي إجابة سؤال number 5. وآخر سؤال when، يعني متى does he start work، يبدأ هو عمله. When does he start work، متى يبدأ عمله؟ المفروض الإجابة بتاعتها أي إجابة من دول يا أصحابي؟ شاطرين at 7 AM. at 7 AM الساعة 7 صباحا. وبكده نكون أنهينا السؤال الأول الخاص بأدوات الاستفهام المختلفة والإجابات الخاصة بيها كمان. الجزء الثاني في البيج دي بيزي بي بتقول لنا look انظر ask اسأل and answer in pair. in pair يعني أجب إجابة مقترنة بكل سؤال. pair بتيجي بمعنى زوج من الحاجات، وبتيجي كمان بمعنى مقترن بحاجة معينة، فالمفروض الإجابة بتاعتك تكون مقترنة بالسؤال اللي انت بتسأله. وزي ما احنا قلنا من شوية أدوات الاستفهام المختلفة where، where يعني أين للسؤال عن المكان، why لماذا، when متى، what ما أو ماذا، وهو هو من للسؤال عن الأشخاص. فهنا طبعا جاب لنا صور أشخاص مختلفين in their jobs أو في الوظائف بتاعتهم، وأصدقائنا هنا بيتكلموا، هو بيسألها سؤال وهي بتفكر وبترد عليه. هو بيقول لها when، متى، does he start work، يبدأ هو عمله. فهي بتقول له I think يعني أنا أعتقد he starts هو بيبدأ work العمل بتاعه at 6 o'clock. at 6 o'clock الساعة 6. why لماذا، where أين، who من للسؤال عن الأشخاص، what ما أو ماذا، when متى للسؤال عن الوقت. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكوا معي. وطبعا منهج كونكت بلس هو منهج مميز جدا، فهنا بيزي بي بتعلمنا حاجة اسمها المقاطع الصوتية أو syllables. syllables يعني المقاطع الصوتية. فبتقول لنا هنا learn to count، learn تعلم، to count أن تعد، syllables المقاطع الصوتية، إزاي نقسم كل كلمة لمجموعة من المقاطع تسهل علينا بعد كده أن احنا نفتكرها، نكتبها بشكل سليم وننطقها كمان بشكل سليم. learn to count syllables with busy bee، اتعلم إزاي تعد المقاطع الصوتية مع busy bee. فهنا busy bee بتقول لنا listen استمع، point أشر، and say وقل. فهنا كلمة farmer يعني مزارع، يعني فلاح. هنا لما نيجي نقسمها لsyllables أو مقاطع صوتية هنلاقيها متكونة من two syllables أو مقطعين صوتيين، farmer هنا two syllables one two. كلمة carpenter متكونة من 3 syllables أو من 3 مقاطع صوتية، carpenter. كلمة mechanic أو ميكانيكي، mechanic متكونة من 3 مقاطع صوتية أو من 3 syllables زي ما احنا شايفين قدامنا، mechanic. فمرة تانية farmer carpenter mechanic
وفي الجزء الثاني أصحابي بيزي بي بتقول لنا listen استمع and clap and clap وصفق say the words قل الكلمات count the syllables count the syllables عد المقاطع الصوتية listen and clap say the words count the syllables. وطبعا مديانة هنا 3 pictures أو 3 صور. أول صورة مكتوب تحت منها engineer. engineer يعني مهندس. لو حبينا نقسمها ل syllables هتبقى عاملة ازاي يا أصحابي؟ هنلاقيها متقسمة يا أصحابي ل 3 syllables زي ما احنا شايفين قدامنا N E N G G I near engineer engineer زي ما احنا شايفين قدامنا. طب كلمة architect architect او مهندس معماري هنلاقيها برضو متقسمة ل 3 syllables زي ما احنا شايفين قدامنا architect architect زي ما احنا شايفين قدامنا. طب كلمة doctor doctor هنلاقيها طبعا متقسمة ل 2 syllables زي ما احنا شايفين قدامنا doctor doctor doctor. طب كده احنا قدرنا نستمع لكل كلمة engineer engineer architect architect doctor doctor وقدرنا كمان نعمل count او نعد the syllables the syllables أو المقاطع الصوتية بتاعت كل كلمة منهم. تالت حاجة بيزي بي بتقول لنا هنا match وصل clap صفق and say وقل. فلما توصل كل كلمة من الكلمات دي توصلها بشكل سليم سمين زي ما احنا شايفين قدامنا هنوصلهم ببعض ولما توصل كل كلمة بشكل صحيح سقف وبعدين قول. فأول كلمة fish المفروض ان هي fisherman يعني صياد. هنوصل fish بإيه يا أصحابي عشان تبقى fisherman؟ هنا fish وهنا جورن وهنا car هنا pen وهنا er وهنا al هنا ter وهنا ist وهنا man man fisherman أوصلها إزاي؟ شاطرين أدي fisher وبعدين man يبقى كده fisherman fisherman يعني صياد. طب تاني كلمة المفروض ان هي journalist journalist يعني صحفي اوصلها ازاي؟ شاطرين journalist journalist يعني صحفي. طب تالت كلمة هي المفروض carpenter carpenter يعني نجار. شاطرين ادي carpenter carpenter يعني نجار. يبقى احنا عملنا ماتش وصلنا بشكل صحيح وقلنا كمان كل كلمة بشكل سليم fisherman يعني صياد journalist يعني صحفي carpenter carpenter يعني نجار. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا ونوصل للجزء الخاص بالreading او بالقراءة. بيزي بي بتقول لنا هنا listen استمع and read واقرأ. فأنا هقرأ كل تكست من التكست دي أو كل قطعة من القطعة دي وانتوا تقروا ورايا. وزي ما احنا شايفين قدامنا أصحابنا في صورة للفاميلي أو للأسرة وموجود جنبها كلوك أو ساعة متحدد عليها وقت معين. فهنقرأ ونشوف الوقت ده بيحصل فيه ايه وعايزكوا تركزوا وتقروا معايا بعد كده. فأول حاجة في هنا الساعة وعليها الساعة 7 صباحا أو 7 a.m. الساعة 7 صباحا. فهنا مكتوب It's 7 a.m. إنها السابعة صباحا. We're نحن having our breakfast بنفطر مع بعض. We're having our breakfast إحنا بنتناول الإفطار. My dad والدي is putting on يرتدي his jacket his jacket is jacket بتاعه. He's putting on his shoes and his picking up his bag. He's putting on هو بيرتدي his shoes حذائه and he's picking up يعني بيلتقط يعني ماسك في ايده his bag الشنطة بتاعته الحقيبة بتاعته.
why لماذا he is going out why is he going out ليه هو خارج. الصورة الثانية يا أصحابي الساعة متحدد عليها 8 o'clock أو الساعة 8 ومكتوب تحت منها my dad والدي is a doctor is a doctor هو طبيب. He works هو بيعمل at the hospital at the hospital في المستشفى. He starts هو بيبدأ work العمل بتاعه at 8 o'clock at 8 o'clock الساعة الثامنة at 8 o'clock الساعة الثامنة in the morning في الصباح. My dad is a doctor. He works at the hospital. He starts work at 8 o'clock in the morning. الصورة الثالثة يا أصحابي تحدد عليها الساعة 5 أو 5 o'clock الساعة 5 مساء. It's 5 p.m. 5 p.m. يعني الساعة الخامسة مساء. We're watching TV now. نحن نشاهد التلفاز الآن. Now يعني الآن. What is dad doing? What is dad doing? ما الذي يفعله أبي؟ Dad is working. Dad is working. أبي يعمل. He's helping people. He's helping people. هو بيساعد الناس. It's 5 p.m. We're watching TV now. What is dad doing? Dad is working. He's helping people. وفي الصورة الرابعة يا أصحابي الساعة متحدد عليها 9 o'clock أو الساعة التاسعة. It's 9 p.m. 9 p.m. الساعة التاسعة مساء. I am going to bed. I am going to bed. أنا ذاهب لأنام. Good night. Good night. تصبحوا على خير. وآخر صورة الساعة متحدد عليها 6 o'clock أو الساعة السادسة صباحا. مكتوب تحت منها It's 6 o'clock in the morning. إنها الساعة السادسة صباحا. In the morning في الصباح. I'm getting up. I'm getting up. أنا أستيقظ. Where's dad? Where's dad? أين أبي? He's in the kitchen. He's in the kitchen. هو في المطبخ. He's having his tea. He's having his tea. هو بيتناول الشاي بتاعه. فطبعا هنا بنتعلم ازاي بنتكلم عن الاحداث المختلفة في الاوقات المختلفة during the day او اثناء اليوم. ونتنقل للبيج اللي بعد كده خليكم معايا. وفي البيج دي اصحابي في عندنا حاجة اسمها life skills. life skills او مهارات الحياة. طبعا هنا بيزي بي بتقول لنا read again اقرأ again مرة اخرى and circle and circle وضع الدائرة حول الكلمة الصحيحة. فطبعا اول حاجة dad is putting on الأب بيرتدي putting on احنا عرفنا ان معناها يرتدي his hat ولا jacket هو كان لابس الهات القبعة ولا الجاكيت شاطرين جاكيت فنعمل circle حوالين جاكيت. تاني حاجة he's picking up هو بيلتقط هو ماسك في ايده his bag ولا book شاطرين his bag الحقيبة بتاعته. تالت حاجة He starts work هو بيبدأ العمل at 8 o'clock in the الساعة الثامنة in the في morning الصباح ولا evening المساء شاطرين morning الصباح. Dad is helping ولا watching people الأب بيساعد ولا بيتفرج على بيشاهد people الناس شاطرين helping dad is helping people الأب بيساعد الناس. He is wearing هو بيرتدي a white suit بدلة بيضة ولا coat نعطف أبيض شاطرين طبعا هو he is wearing a white suit بدلة بيضة اللي هي الخاصة بالطبيب. Dad's الأب in the kitchen في المطبخ ولا in the bed في السرير الأب في الكيتشن ولا في البيد شاطرين in the kitchen في المطبخ وكان بيتناول الشاي بتاعه. وفي الجزء الثاني من البيج دي يا أصحابي بيزي بي بتقول لنا read again اقرأ مرة تانية and complete وأكمل with the correct form بالصيغة الصحيحة of the verb الخاصة بالفعل. طبعا احنا عارفين ان اي verb
المفروض بيجي في صيغ مختلفة، سواء كان في البريزنت في المضارع أو في الباست في الماضي. وفي طبعا حلقتين يا أصحابي على القناة فيهم الجرامر الخاص بسنة أولى ابتدائي وسنة تانية ابتدائي، موضحين إزاي الأفعال بتجيلنا والحاجات اللي لازم نعرفها السنة دي ونبقى عارفينها كويس أو نبقى حافظينها كمان. تقدروا تتفرجوا عليها، هي موجودة عندكم. هم حلقتين فيهم الجرامر الخاص بسنة تانية وسنة أولى مع بعض. فهنا بيكلمنا عن الأفعال، المفروض إحنا نحط كل verb أو كل فعل في ال correct form أو في الصيغة الصحيحة بتاعته في كل جملة. ومسافة have يعني نمتلك أو نتناول. Our tea الشاي بتاعنا، المفروض نقول we have ولا we has ولا we had. طبعا have بمعنى يمتلك أو يتناول، وhas يمتلك أو يتناول بس بتيجي مع المفرد بس اللي هو he وshe وit، وhad بتيجي بمعنى يمتلك أو يتناول بس في الماضي. فالمفروض ان احنا دلوقتي بنتناول الشاي بتاعنا، يبقى المفروض هنقول ايه؟ نحن نتناول الشاي بتاعنا. طب الجملة التانية why، لماذا؟ مسافة he مسافة go out، المفروض هنقول ايه؟ شاطرين، why is he، لماذا هو going out يعني هو خارج دلوقتي. why is he going out. الجملة التالتة بتقول I مسافة get up at 6 a.m. أنا بستيقظ الساعة 6 صباحا. I مسافة get up يعني أستيقظ at 6 a.m. الساعة 6 صباحا. فالمفروض هيقول إيه؟ شاطرين، I am أنا getting up بستيقظ at 6 a.m. at 6 a.m. الساعة 6 صباحا. وآخر sentence أو آخر جملة بتقول he مسافة have his tea in the morning. have his tea in the morning بيتناول الشاي بتاعه في الصباح. المفروض هنقول he إيه يا أصحابي؟ شاطرين، he is having هو بيتناول his tea الشاي بتاعه in the morning في الصباح. وبكده نكون انهينا الجزء ده وانهينا معاه درس النهاردة. اتمنى ان انت تكون استفدت من الدرس. لو اعجبك الفيديو اعمل لايك، اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم انك تشارك الدرس مع اصحابك علشان الكل يستفيد. وما تنساش تتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.